نعم هم اكو شيء اضيفه، تقول لي شلون نواجه هاي الانهزاميات اذا جاز التعبير، هاي الانهزاميات شلون نواجهها؟ واحد، وعي، علم، معرفه. امامنا الصادق يقول العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. من هو اللي ما تهجم عليه اللوابس؟ العالم بزمانه، يقول جعفر الصادق، العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس، أو لا تهجم عليه اللوابس، العالم بزمانه. هاي الانهزاميات نواجهها بالعلم والمعرفة. من زار الحسين عارفا، هذا أعظم سلاح، سلاح العلم والمعرفة والوعي. علم، معرفة، وعي. تعيها أذن شنو؟ واعية. القرآن الكريم يعبر تحروا رشدا، القرآن الكريم يعبر تحروا رشد، تحري، تحري عن الرشد، تحروا رشدا واعية، يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يقدرون يغربلون يميزون. هذا المؤمن كلام رتبوا عليه أثر. هذا هذا واحد، علم، معرفة، مواجهة هاي الإنزاميات. اثنان، صلابة، قوة، ثبات. يعني شنو صلابة، قوة، ثبات؟ يعني أخواتنا المؤمنات، يو بناتنا، أخواتنا، لما يرحل للجامعة وتسمع كلمة مثلا، فرضا، أنا ما أقول أكو، فرضا أفترض أنه هاي متخلفة، هاي رجعية، هاي كذا، هي همكون كل ما تسمع مثل هذا الكلام، هي همكون شنو؟ تشدد على حجابها وتكون قوية وتحافظ على حجابها إلى آخر الخط في الواقع، وما تزعزع ولا تضعف بل تقوى. هذا نوح، نقتدي بالأنبياء، نتأسى بالأنبياء. نوح عليه السلام كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، من كان يبني السفينة ويدعو إلى الله، هاي سخروا منه، ضعفته وزادته قوة، زادته قوة. بعدين العاقبة المن صارت للسخرة ومنه يو إلى، بعدين رب العالمين نصر عليهم وغرقهم كلهم. إنا لننصر رسلنا، الله يقول مو فقط في الآخرة، في الحياة الدنيا هم ننصر. أنت بس أصمد على الحق، رب العالمين ينصرك حتى ولو بعد حين. الأنبياء كلهم سخروا منهم، يا نبي ما سخروا منه، مجنون وشاعر وكاهن. القرآن ذكرهن يوم ما ذكرهن، ذكرهن. احنا اللي قاعد نواجهه الآن أقل من اللي يواجهه الأنبياء. زادهم قوة وثبات وإصرار على خدمة دين الله. شبابنا هالشكل كون يصيروا، وهكذا نسائنا هالشكل كون يصير، المؤمن يكون يصير قوي. وعي ومعرفة من جهة، إصرار وثبات وعزيمة وقوة من جهة أخرى. حتى نقف بوجه هذه الانهزاميات وهذا التراجع إذا موجود، ونرمم التصدع. أكو فرق بين انهيار وتصدع. نرمم التصدع إن حصل، ما نصل إلى مرحلة الانهيار إن شاء الله تعالى.